الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: يسود طقس مستقر، تتفرق بعض الغيوم المرتفعة بدون فعالية، 12 درجة مئوية كحرارة صغرى، الملموس 11، الرطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة: نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 18 إلى 8، عرعة 19 إلى 8، وتبوك 21 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة طقس صافي 27 إلى 18، جدة 32 إلى 22، مكة المكرمة 32 إلى 22 أيضا، والطائف 23 إلى 15. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم استقرار الجوية الباحة، فرصة لزخات من الأمطار 18 إلى 11، أبها 21 إلى 9، وجازان 29 إلى 24. المنطقة الشرقية: الدمام 24 إلى 14، حفر الباطن أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 20 إلى 11، والإحساء 23 إلى 13. المنطقة الوسطى: الرياض 22 إلى 14، بريدة 24 إلى 11، وحائل 20 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.